قولي 10 من أسماء الله الحسنى. 10 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عايزك تقولي 10 من أسماء الله الحسنى. 10 أسماء الله الحسنى. طب قول أول اسم وأنا هكمل. طيب أنا ناس. 10 أسماء من أسماء الله الحسنى. الله لا إله الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار التواب الرحيم. واكتر جيلنا كده عامه، يعني مش احنا بس، ده الجيل كله كده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. يعلم ما بين ايديهم وما في الارض، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم مش حافظها. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده وهو العلي العظيم. توعدني تروح تحفظها؟ احفظها. كل سنه وانت طيب. وانت طيبين. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ العزيز الجبار. كده كفايه. برافو عليكي. ممكن تقولي 10 اسماء من اسماء الله الحسنى؟ 10 اسماء من اسماء الله الحسنى. الله لا إله إلا هو العزيز المذل الرفيع السميع العليم البصير الخبير القابض الباسط الخافض الرافع. حي القيوم القوي العليم الجبار القدوس المالك المتكبر الحسيب الجليل الرحمن الرحيم. كده كان عيتان؟ ديتش بس تمام. هما كم اسم طيب؟ هما 99 والله تبقى 100. قولي 10 من أسماء الله الحسنى. 10 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. صح؟ أنا بقول صح خلاص. أنا من الصح. إيه؟ أنا ما بصراحة ما أعرفش. بدأت مع مين فيك؟ بص قول لي 10 من أسماء الله الحسنى. إيه؟ والله مش 10 على فكرة. مش 10 والله. أنا لا أنا ما أعرفش أصلاً، ما أعرفش أفتح، ما أعرفش. أنت اسمك إيه؟ اسمي محمود. وأكيد محمد صح؟ سبحان والله عرفت اسمك من غير ما. بص يا محمد، عايزة 10، عايزك تقول لي 10 من أسماء الله الحسنى. بصراحة ما أعرفش. بصراحة. أنت عارف؟ أنا بصلي ممكن أصلي وبصوم أعرف عادي. عايزك تقول لي 10 من أسماء الله الحسنى. 10 أسماء الله الحسنى. طب قول أول اسم وأنا هكمل. طيب أنا ناس. يعني إيه أسماء الله الحسنى طيب؟ 99 اسم. طب ماشي، ده سؤال كنت أسأله لك، أنت جاوبت عليه قبل ما أسأله. أنت الحمد لله عارف أهو. قول لي 10 بقى. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن. صح، برافو عليك. حافظ آية الكرسي؟ الله لا يقول حياة كلمة خسنة ولا نوم. لسه مش حافظة. اهدي بس كده، اهدي وما تتوتريش. هو صح اولها صح. الله لا اله الا هو حي القيوم ولا تخصه سنه ولا نوم. اللهم في السماوات ولا في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا لا من ذا الذي يشفع عنده الا باذن ربه. لا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما في الارض، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم مش حافظها. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شكرا. حافظ آية الكرسي؟ طبعا. أقولها؟ تجويد ولا؟ حافظها بتجويد؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ما شاء الله، الله يفتح عليك. الله اصلي وبصوم وبقرا قران وكده، لكن انا اسال الحاجات سالني حاجات دينيه بصراحه ما اعرفش. هو اكتر جيلنا كده عامه، يعني مش احنا بس، ده الجيل كله كده. انت بتقرا قران؟ الحمد لله. الحمد لله. حافظ آية الكرسي؟ آية الكرسي لا بصراحه، استني بس افتكر. استنى افتكر بس. الواحد بصراحه بعيد عن ربنا، بعيد بصراحه. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار التواب الرحيم. برافو عليك. عارفهم ولا حد قالهم لك؟ لا والله انا عارف. حافظ آية الكرسي؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. توعدني تروح تحفظها؟ ايه توعدني تروح تحفظها؟ احفظها. كل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. طب افتكر بقى، احنا في رمضان كمان، انت مش شايلين ذنوب. دي مشكله للاسف. الحمد لله على كل شيء، ان شاء الله الواحد ناوي يطور من نفسه ان شاء الله. آية الكرسي بقى اولها الله لا اله الا هو حي القيوم لا تعبدوا ما تعبدون ولا بس اسكت. لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ودون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. قلت 10؟ ايوه. انا ما عدتش بس برافو عليك. صاحبك لسه قايل لي دلوقتي ان انت ختمه. ايوه. تقول لنا حاجه بقى؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.